انت تفتح لي قوس شوف يكون مضمار خاص ربما بارك الله سباق بارك يعني منظم شوف نهضر على الرياضات الميكانيكيه خاصه اختصاص نقولوا الدراجات الناريه نعم. اكبر سباقات في العالم هي موتو جي بي غران بري المسابقه الكبرى فيها هذه الرياضه الميكانيكيه باش المشاهد الكريم يفهم عنده كما قال الرياضات ما تختلفش على الرياضات الاخرى كره القدم لازمك ملعب كره التنس لازمك ملعب كره الطائره ولا كره اليد عندك قاعه الرياضات الميكانيكيه لازم لها مضامير وكاين نوعين من المضامير اخ ياسين باختصار كاين المضامير المؤقته واللي حنا في الجزائر خلينا نقولوا السبيل الواحد اللي عندنا حنا كدراجين رياضيين هي مضامير طبيعيه المؤقته يعني نستعملوا الدراجات تاعنا هذه كنادي رياضي يعني في اطار منظم بيان سور بموافقه السلطات الامنيه ونامنوا المكان باش الجمهور يكون في امان ايضا والرياضيين تاعنا يكونوا في امان هذه يعطوا لها مضامير مؤقته كما نقولوا الشريعه سباقات التل في شريعة او في بوينان او يعني في المناطق الجبليه اللي تخلو من من من, من, من نقولوا التجمعات السكنيه وكذا يعني ما يكونش فيه ازعاج للغايه وهذا هو سبيل واحد في الجزائر وكاين كما نقولوا لي سيركوي بيرمانون مضامير دائمه المضامير دائمه وهنا باش نوضعوا المشاهد الكريم في الصوره واش هو المضمار الدائم المضمار الدائم هو لو سيركوي اللي تشوفوه المضمار اللي يدوروا فيه المطوات بسرعه قويه واللي يتميز بانه يخضع لكل شروط السلامه وفيه خلينا نقولوا على شكل الملعب كره القدم وين يقعد الجمهور وين يتفرج وخلينا نقول لك سي ياسين انه هذه المضامير تحتاج مساحه كبيره تحتاج استثمار الحمد لله في الجزائر حنا عندنا بلد بحجم قاره يعني ما عندناش مشكل مساحات وحنا ماناش نقولوا يديروا لنا مضمار ولا مضامير دائمه داخل الجزائر العاصمه ولا في البلاد انا عارفين بهذا الشيء ماشي ممكن خصوصا انه الاراضي هنا يا اراضي زراعيه العقاري زراعيه يعني ما نخسروهاش في امور كما هذه لكن نعطيك على سبيل المثال كاين ولايات داخليه على سبيل المثال جلفة لغواط اللي تحتاج الاستثمارات كما هذه اللي راح تعود بعائد نعم. استثمار للسكان المحليين والمصنعين خاش عنده هذا المضمار عنده واحد خلينا نقولوا دي ديمونسيون اللي بالك حنا ماناش دايرين لهم حسابهم نعم. يعني الجزائر مخصوصه مضامير كهاته يعني مضامير دائمه اللي هضرت عليها ما كانش مع الاسف